تحدي يا احمد الغرياني. جمعه العبار تقطع لمن تكون اقرب من جديد لفريق شباب الجبل. لامين سيلا يفتح اللعب اتجاه انس المرفلي، لكن الدفاع في المتابعه. تمشي الان كره لمصلحه فريق التعاون تقطع، او لفريق التحدي تقطع من جديد لمصلحه فريق التحدي. الان لفريق التحدي لمحسن لوجلي، يمر يفتح اللعب بشكل طيب لمصلحه عبد الله علي يلعب كره. هناك المتابعه. اللقاء الثاني اللي جمع الفريقين في ملعب البيضاء، ايضا استطاع فريق شباب الجبل التفوق بهدفين مقابل هدف. هذا اللقاء اللي كان في موسم 2018، هدفي بوشاح، بينما هدف فريق التحدي احرز اللاعب السابق للتحدي واللاعب الحالي لفريق شباب الجبل محمود الرملي. تمشي الان سريعه، هجمه سريعه واخراج، وهناك كرايه وصافره على لاعب فريق التحدي. افتح اللاعب لامين سيلا، لامين سيلا يسدد لامين، ولكن مرر. هناك المتابعه من رملي، تكون اقرب لدفاع فريق التحدي. مصلحه فريق الشباب، هذه اخر كرات، كره الشلوي. شفنا المتابعه المضايقه اللي كانت من الدفاع، اللي كانت من محسن الاوجلي. نرحب بكم من جديد بملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء، عروس الجبل الأخضر، في لقاء الجولة 17 من الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم. في لقاء كما تابعنا الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين فريق شباب الجبل وضيف فريق التحدي. انطلق اللقاء بصفرة السيد الحكم محمد المجبري. فريق التحدي ترص كرة طويلة تكون للورفلي يلعب كورته، ولكن سهلة. اللاعب أحمد المصلي، لا ننسى هذا اللاعب، الجماهير الرياضية في ليبيا وخارج ليبيا تتذكر دائما أحمد المصلي. في الكرة الأخيرة لمصلحة فريق شباب الجبل، الارتقاء كان بالبسعيدي. شوف الإعادة من جديد، ارتقاء والتدخل مع حارس الفريق أنس مانجا، يلعب كورتا بوسعيد بالراس، خطيرة، ممكن يكون في ممكن ولا لا كده. الشبيبة اليوم واللي منعه من حداد رأي آخر للإعادة والإفادة. تمشي لان كورة بوسعيدي باتجاه منجا، ولكن الحارس ضيعت واجد اليوم يا منجا، ضيعت واجد اليوم. شوفوا كيف بوسعيدي لعب الكرة بالراس ساقطة لأنس المرفلي، لعب الكرة لا. وهذه الكرة الأخيرة كرة بوسعيدي، يعطى المخالفة لمصلحة فريق التحدي. إذن على الساعة 50 دقيقة والنتيجة لا زالت متعادلة بدون أهداف. مشاهدينا الكرام عبر قناة ليبيا الرياضية في انتظار صافرة حكم اللقاء السيد المجبري، أكيد حتعلن عن انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده. إذا سيصل فريق التحدي إلى النقطة 19، الشباب الجبل النقطة رقم 16. وبالفعل مشاهدينا الكرام المجبري محمد أعلن عن انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف. في الختام تقبل تحياتي سراج سالم وتحيات فريق عمل قناة ليبيا الرياضية بالبيضاء. Thank you.